بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم 7 Day Sport، وأول حلقة في سنة 2024. في البداية بقول لحضراتكم والجمهور الأهلي وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي كل عام وأنتم بخير، وسنة سعيدة على مصرنا الحبيبة وعلى النادي الأهلي، وتكون سنة حافلة بالانتصارات والفرحة كما عودنا النادي الأهلي يعني. وبما أننا في بداية عام جديد وإن شاء الله سعيد بإذن الله يعني، النهاردة هتكون بداية مختلفة وقوية لحلقات برنامجكم 7 Day Sport، والحلقة هتشهد مفاجأة أو مفاجآت بقى، خلينا نقول مفاجآت عديدة، ونتمنى أنها تعجب جمهور الأهلي وكل اللي بيشوفونا. وقبل ما نروح للتفاصيل، معانا بيان خاص بالحالة الصحية للكابتن العمري فاروق، وكل تمنياتنا له بالشفاء العاجل. ومش هقول لحضراتكم، مش هطول على حضراتكم أكتر من كده، ونروح للعناوين زي ما احنا متعودين. ده البيان اللي مع حضراتكم اهو، بيان خاص بالحالة الصحية للأستاذ العمري فاروق. يخضع العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق خلال الساعات القليلة القادمة لفحص شامل بمعرفة الأطباء خلال الساعات القليلة القادمة لبحث إمكانية سفره خارج البلاد، ومن ثم عرض قرارهم النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية. جاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأسرة الوزير العامري فاروق للعمل على توفير أحسن العلاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية، ويمن الله عليه بالشفاء العاجل. بنتمنى طبعا الشفاء العاجل للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني يرجع لنا بألف سلامة. مش هطول على حضراتكم أكتر من كده، ونروح للعناوين زي ما احنا متعودين. 2023 سنة الإنجازات الحمراء رغم كل التحديات. انفراد تقرير اللجنة الفنية للفيفا عن الأهلي ولاعبيه في المونديال. ياسر إبراهيم ينضم لمعسكر منتخب مصر. منتخب مصر يبحث عن المجد الأفريقي المفقود في كوت ديفوار. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية قبل أمم أفريقيا. مفاجأتنا كتير جدا النهاردة، وحلقتنا النهاردة مميزة جدا، لكن فاصل صغير ونخش في التفاصيل على طول. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نبدأ أخبارنا. وزي ما سنة 2023 بدأت بظهور الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم للأندية، انتهت كمان بظهور الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي في النسخة الأخيرة من كأس العالم بالنظام اللي احنا متعودين عليه. ده خلاص انتهى. سنة 2025 بقى هتبقى بطولة كبرى مكونة من 32 فريق، وكمان ربنا كرمنا وأخذنا ميدالية جديدة تضاف لإنجازات النادي الأهلي، وخصنا الحمد لله رب العالمين بتتويج كمان بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال في أول نسخة بالنظام الجديد، وكانت سنة أهلوية تاريخية من بدايتها لنهايتها. لكن النجاح ده مش بيجي بالصدفة. النجاح الأهلي في سنة 2023 هو استمرار للنجاحات الأعوام السابقة، واستمرار لنجاح سياسة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أسطورة طبعا كابتن محمود الخطيب. ولو نفتكر مع بعض نهاية 2022، كابتن محمود الخطيب قال كلمته التاريخية في طبعا حفلة الأهلي الاستثنائي، لما قال إن اللي جاي أصعب بكتير، وإن الأهلي دايما محتاج لجمهوره، الجمهور اللي بيعيش سنوات من الفرحة مع انتصارات الأهلي، ومش بس في كرة القدم بالمناسبة، يعني انتصارات الأهلي المستمرة والمتواصلة في كل الألعاب وتحت قيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بيعيش إنجازات غير مسبوقة على كل الأصعدة، مش بس على فكرة على الصعيد الرياضي والبطولات والكلام ده، لا، الوصول العالمية في كل الألعاب في مختلف الألعاب، لا كمان على الصعيد الإداري وعلى التسويقي وعلى العمراني. بنشوف فروع جديدة للنادي الأهلي، بنشوف نجاح تسويقي في الرعاية، بنشوف ميزانية هي الأضخم في تاريخ كل المؤسسات الرياضية في مصر، بنشوف نجاح حقيقي مش كلام. الأهلي طول عمره مش بتاع كلام، الأهلي له تقاليد ومبادئ جيل بيسلمها الجيل. بنشوف كمان كل الأحداث اللي تخص النادي الأهلي، إزاي الرموز بتحترم بعضها، إزاي الأهلي بيحترم وبيكرم أبنائه، إزاي الأهلي بيدي صورة مشرفة للرياضة المصرية. هو ده النجاح الحقيقي. سنة أهلوية سعيدة، كل النجاح فيها مش بس المجلس إدارة النادي الأهلي ولا اللاعبين في كل اللعبات، لا كمان لجمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي كان ورا فرقة النادي الأهلي ورا فرق الرياضية كمان كلها مش كرة بس،
في كل القارات، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا. شفنا جمهور الاهلي في على مدار سنه 2023 في الكويت، في السعوديه، في الامارات، في معسكر الاهلي في النمسا، حتى في رواندا، حتى في الكونغو، ورا كل فرق النادي الاهلي من سله اليد الطايره، وطبعا فريق كره القدم. ومن هنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج 7 دي سبورت لازم اقول لجمهور الاهلي شكرا. شكرا على دعمكم المستمر والدائم للنادي الاهلي في كل مكان في العالم. احنا بنفتخر بجمهور النادي الاهلي زي ما بنفتخر بالانجازات اللي بيعملها النادي الاهلي واساطيره، كمان بنفتخر بنجوم وجمهور النادي الاهلي. زي ما بنقول شكرا لجمهور النادي الاهلي، بنقول شكرا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي اختارت ووثقت في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. وكمان بنقول شكرا لكل موظف وكل عامل وكل اداري في النادي الاهلي، لكل الاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه في النادي، لكل واحد بذل مجهود عشان نشوف النادي الاهلي في قمه نجاحه. ده كان شكر واجب الحقيقه. يعني قبل لما نبدا نتكلم بقى في تفاصيل باقي تفاصيل حلقتنا، يعني النادي الاهلي عمل انجازات كتير خلال 23، انجازات مهمه حافظ على الصوره بتاعه النادي الاهلي قدام العالم كله. تخيلوا ان كل الالعاب الجماعيه طايره، يد، قدم، هاندبول، فولي، كل الالعاب الجماعيه وصلت كاس العالم. ده انجاز اظن يعني مفيش نادي في العالم قدر يوصله. تعالوا بقى نخش في الموضوع الاهم، التقرير اللي بتحطه الفيفا للمباريات، انجازات 23. طيب تعالوا نروح بقى نشوف تقرير عن انجازات الاهلي في 23 ونرجع نكمل كلامنا عشان عندنا انفراد زي ما قلنا لحضراتكم في اول الحلقه في العناوين. نشوف التقرير ده ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. أسدل المارد الأحمر ستار على عام 2023 بنجاح كاسح، ذلك العام الذي كان حافلاً بالتحديات والصعوبات محلياً وقارياً وعالمياً. عام استثنائي وأحد أفضل الأعوام الناجحة في تاريخ القلعة الحمراء من خلال حصد الألقاب والإنجازات والنجاحات والظهور على منصات التتويج في كافة ألعابه الرياضية. اختتم المارد الأحمر عامه الناجح بعد أن تمكن فريق كرة القدم من إضافة 5 كؤوس وميدالية برونزية لمونديال الأندية إلى دولاب بطولاته تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري مارسيل كولر، بينما حققت الألعاب الجماعية في القلعة الحمراء 22 بطولة توجت بلقبها وزينت بها دولاب البطولات التي لا تعد ولا تحصى، وذلك في بطولات متنوعة في الألعاب الجماعية والفردية للرجال والسيدات، وهو الأمر الذي لم يحدث لأي ناد في العالم سوى في نادي القرن الإفريقي. على الجانب الإداري واصلت القلعة الحمراء هيمنتها على لقب الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم، ولعل الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط خير دليل على تميز القلعة الحمراء في كافة المستويات. ففي القلعة الحمراء تجد منظومة رياضية متكاملة تعمل بجد ومثابرة، لا تجد فيها ثغرة دون دراسة، نظام وإدارة وسلاسة واحترام متبادل بين الجميع، وعمل في صمت وسعي للتطور والتوسع العمراني وطفرة إنشائية في كافة المقرات، إضافة لفتح مقر القاهرة الجديدة والبدء في إنشاء المقر الخامس بمدينة العلمين الجديدة، إضافة للبطولات والإنجازات للفرق الرياضية كافة. النادي الأهلي مؤسسة وطنية يعمل رجالها في صمت، منظومة إدارية ناجحة بدءا من رئيس مجلس إدارتها الكابتن محمود الخطيب الذي نجح في تدوين اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، لاعبا ورئيسا للنادي ومعه مجلسه وكل من ينتمي إلى العمل الإداري في القلعة الحمراء. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير وزي ما قلت لكم في اول الحلقه، انجازات النادي الاهلي مش رياضيه بس. احنا الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي في نعمه كبيره جدا وفي زخم من النعم بالانجازات اللي احنا فيها دي، انجازات انشائيه، انجازات رياضيه، انجازات استثماريه، انجازات تسويقيه، وان انت تسوق براند نيم هو الاهم في الشرق الاوسط وفي افريقيا ده مش شيء عادي، تسوقه ويبقى الاعلى في افريقيا وفي الشرق الاوسط ويجي لك العوائد اللي بتيجي دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا، نتمنى استمرارها، وهم أجيال بيسلموا أجيال وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي. حبينا بقى نبدأ السنة دي بانفراد في زمن الانفرادات الإعلامية فيه بقت قليلة ونادرة، لكن علشان النادي الأهلي وجمهور الأهلي بنجتهد كفريق عمل في برنامج
وقناة النادي الأهلي علشان نقدم لحضراتكم كل التفاصيل اللي تخص الأهلي ولعبته. النهاردة هنستعرض في 7 دي سبورت التقرير الفني للفيفا عن فريق النادي الأهلي ولاعبيه في كأس العالم للأندية. لو سألت أي حد عن أقوى مباراة في كأس العالم للأندية في 2023 وانت مغمض عينيك كده هيبقى الأهلي واتحاد جدة وفوز الأهلي الكبير 3-1، ومش بس عشان النتيجة الكبيرة لكن عشان المباراة كانت أحداثها فيها إثارة وندية كبيرة جدا بين الفرقتين، لكن حسمها الأهلي وتفوق فيها في كل التفاصيل على اتحاد جدة بكتيبة نجومه زي بنزيما وكانتي وفابينو وغيرهم من اللاعبين الكبار جدا يعني. بس قبل ما نستعرض تقرير الفيفا بالتفاصيل لازم نوضح ايه هي اللجنة الفنية للفيفا وتفاصيل عملها. اللجنة دي بيرأسها واحد من أساطير التدريب على مستوى العالم، هو الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، وبتضم في عضويتها فريق تحليلي فني عالي جدا على أعلى مستوى سواء في الأسماء أو الكفاءات الفنية. واللجنة دي بتتكون أو بتكون منوطة بعمل تقارير أو تحليل فني لمباريات بطولات الفيفا كلها، سواء كأس العالم للمنتخبات بمختلف مراحله السنية أو كأس العالم للأندية. وبعض الأسماء في اللجنة دي بتتغير، لكن في أسماء ثابتة زي أرسن فينجر طبعا رئيس اللجنة والمسؤول عن التطوير الفني في الفيفا. طبعا كمان أسماء تانية ثابتة، وهو الاسم التاني الثابت هو السويسري باسكال توسيبي، وده أحد أهم خبراء الفيفا في التحليل الفني، وكان حارس مرمى سابق لمنتخب سويسرا وأندية زي ليفركوزن الألماني ووست بروميتش الإنجليزي وجروس هوبرز وبازل في سويسرا، وفي كأس العالم للأندية كان بيساعد في التحليل الفني كمان كريستيان جروس المدرب السويسري الشهير بخلال فريق تحليلي مكون من مجموعة أوروبية رفيعة المستوى. ولما تتكلم عن الفيفا كده وانت مغمض عينيك كده نروح لواحد من زمايلنا العزاز جدا، وهو رئيس تحليل برنامج عمر البنوبي اللي كان متواجد في مباراه الاهلي واتحاد جده والتقى برئيس فريق التحليل الفني في الفيفا، وكمان حصل على نسخه من التقرير الفني في المباراه واللي هنستعرضها دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا. يعني عمر البنوبي احد الناس الشاطره جدا 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 في الوصول للحاجات النادره جدا. يعني تقرير التحليل الفني الصادر عن الفيفا بيتكون من 52 صفحة فيها كل كبيرة وصغيرة في الماتش، يعني ماتش أهلي واتحاد جدة كل كبيرة وصغيرة من أول دقيقة لآخر دقيقة، أرقام مفصلة عن كل مواقف اللعب وكمان أرقام مفصلة على لاعبي الأهلي. اجتهدنا كفريق عمل وترجمنا التقرير ده وهنستعرضه مع حضراتكم علشان في أرقام كتير جدا ممكن تخض عشان الاستوديوهات اللي بتحاول تقلل من إنجازات الأهلي ومن مجهود لاعبة النادي الأهلي تتكسف لما تشوف وتسمع اللي اللجنة الفنية للفيفا بنفسها بتقوله على النادي الأهلي ولعبته. نبدأ مع السويسري مارسيل كولر. إزاي اللجنة الفنية أشادت بيه وبأسلوب لعبه وكذلك بلاعبي الأهلي بشكل عام في مواجهة اتحاد جدة؟ اللجنة الفنية للفيفا قالت الآتي: لقد أثارت الطريقة التي لعب بها الأهلي خلال فوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية اهتمام مجموعة الدراسات الفنية للفيفا. لقد كان لاعبو الأهلي أبطالا في عملية استعادة الكرة بمنطقة وسط الملعب مع أدوار محددة لكل لاعب، ففي حالة وجود الكرة مع لاعب اتحاد جدة تحولت طريقة لعب الأهلي إلى 4-1-4-1. كلام زي ما حضراتكم شايفين معانا الصور ومعانا كل حاجة، تفاصيل التقرير ده معانا ثانية بثانية. يعني الناس ما يعني بتاخد ثانية في المباراة زي ما حضراتكم شايفين وانت مغمض كده. التحليل الفني ده بيبقى بيشتغل عليه مجموعة من المحللين على رأسهم أرسن فينجر، ولما تقول أرسن فينجر أكيد أنت شفت واحد بيشتغل في أرسنال ومسك أكبر منتخبات في العالم، فبالتالي لما يتكلم بيبقى معاه فريق عمل على أعلى مستوى. الطريقة اللي الأهلي لعب بيها 4-1-4-1 في منتصف الملعب مع أدوار كبيرة لاعبي الوسط الدفاعي مروان عطية رقم 13، ومروان عطية ده هنتكلم عليه بالتفصيل، وكذلك الثنائي إمام عاشور رقم 22 وأحمد كوكا رقم 36. كان هؤلاء الثلاثة العمود الفقري للهيكل الدفاعي للأهلي، كانوا بينفذوا الضغط بقوة في منتصف الملعب ويتتبعوا لاعبي خط وسط اتحاد جدة كلما حاولوا استلام الكرة وبناء الهجمة وتمكنوا من إفساد الهجمات. اتكلمت كمان اللجنة الفنية للفيفا بالتفصيل عن النجاح الدفاعي لخط وسط النادي الأهلي مقارنة بالنجوم العالميين في خط وسط اتحاد جدة، وقالت الآتي: إن السمة المميزة للهيكل الدفاعي للنادي الأهلي في وسط الملعب كانت التماسك والتقارب الشديد. ودي الصورة اللي قدامنا على الشاشة يا جماعة، ده أنا بترجم الكلام اللي انتوا شايفينه بالمناسبة ماشي.
وقالت ان السمة المميزة للهيكل الدفاعي للنادي الاهلي في وسط الملعب كانت التماسك والتقارب الشديد، وحسبوها بالسنتي وبالمتر. بالمناسبة قالوا ان متوسط المساحة اللي اتحرك فيها خط وسط النادي الاهلي في المواقف الدفاعية كانت 26 متر، ووصلت كمان لمساحات 24 متر وكسر. وكمقارنة مع خط وسط اتحاد جدة كان بيتحرك في مساحة 32 متر، في فرق طبعا. في حالة الضغط كانت المساحة 32 متر و3 من عشرة، يعني خط وسط الأهلي كان متفوق وضغط على اتحاد جدة بفرق 8 متر تقريبا. في الحالات الدفاعية يعني من الآخر كده بالبلدي، خط وسط الأهلي كان قريب من بعضه ومتماسك جدا وفرق كبير عن النجوم العالمية اللي في خط وسط اتحاد جدة يعني. كمان قالت اللجنة الفنية للفيفا في تقريرها إن سر فاعلية تكتيك مارسيل كولر الدفاعي كانت في إنه أغلق كل المساحات اللي لعب عليها بنزيما ورومارينيو طبعا النجم البرازيلي الكبير اللي هو الفرود الاساسي مع بنزيما في اتحاد جده امام اوكلاند سيتي بين خط وسط والدفاع. وقصاد النادي الاهلي كانت المساحه دي مقفوله عليهم تماما، بالاضافه الى الضغط والرقابه بشكل منضبط من جانب لعيبه النادي الاهلي، او من لاعب بقى النادي الاهلي المميز جدا مروان عطيه وامام عاشور وكوكا على ثلاثي خط وسط اتحاد جده اللي هم فيهم ناجولو كانتي اللي واخد كاس العالم مرتين ورا بعض يا جماعه مع فرنسا، وفابينيو وفيصل الغامدي. ولذلك قدر خط وسط الاهلي يعمل تحولات ويقطع الكره ويعمل الهجمات المرتده بسهوله، يعني الاهلي وقتها حسم المباراه بالسيطره على وسط الملعب. وهنا يظهر الدور الكبير اللي قام به ثلاثي وسط الملعب في النادي الاهلي مروان عطيه وامام عاشور وكوكا اللي كان رهان كبير من مارسيل كولر في مباراه زي دي. طيب كريستيان جروس قال ايه بقى في تقييمه للاهلي؟ كريستيان جروس قال ان الاهلي فاجئ اصحاب الارض باسلوبه من خلال السيطره على منطقه وسط الملعب وممارسة الضغط العالي على لعيبة اتحاد جدة، وكلما حاول لاعب الفريق السعودي النزول بين الخطوط لاستلام الكرة فوجئوا بالضغط الكبير من لعيبة الأهلي. وأضاف كمان كريستيان جروس أن الأهلي كان جاهز بدنيا وذهنيا وحقق نجاح كبير جدا في تحويل الملعب لمساحات صغيرة عندما تكون الكرة مع لعيبة اتحاد جدة، واستطاع فتح مساحات بمجرد استحواذه على الكرة لبناء الهجمة. يعني والكرة مع اتحاد جده الاهلي مضايق المساحات قريب من بعضه عشان اللعيبه الصراع بتوع اتحاد جده وبكريم بنزيما ورومارينيو والكلام ده ما ياخدوش مساحاتهم، والكوره معانا خلق الاهلي مساحات عشان يبقى فيه كوره للاهلي قدام. كمان اتكلمت اللجنه الفنيه عن الادوار المركبه والتغطيه اللي قام بيها لعيبه الاهلي في مواجهه هجمات اتحاد جده، زي مثلا في ان بعض الهجمات حاول رومارينيو يضغط على معلول فبيكون وراه مساحه بيجري بسرعه مروان عطيه ويغطيها، وفي نفس الوقت بيتحرك كوك عشان يقفل اي زاويه تمرير ويحط تحركات كانتي. طبعا احباط تحركات كانتي ده من اسرع لعيبه العالم يا جماعه بالمناسبه. يعني دي كانت الرؤيه العامه للجنه الفنيه للفيفا عن المباراه واسلوب مارسيل كولر والاهلي في السيطره على وسط الملعب امام نجوم عالميين، وازاي لعيبه الاهلي نفذت ادوار مركبه في الحالات الدفاعيه. طيب ليه بقى مروان عطيه خد رجل المباراه؟ ودي نقطه مهمه جدا. هنا بقى نشوف تفاصيل ارقام مروان عطيه من واقع التقرير الخاص باللجنه الفنيه للفيفا عن مباراه الاهلي واتحاد جده. تخيل عزيزي المشاهد ان مباراة الاهلي واتحاد جدة وامام اسماء لاعبي الفريق السعودي زي كريم بنزيما وكانتي ورومارينيو وفابينيو، استطاع لاعبي النادي الاهلي تنفيذ 73 عملية تحول من الدفاع للهجوم، وده زيادة عن اللي عمله اتحاد جدة ب 23 محاولة، لان اتحاد جدة نفذوا فقط 50 عملية تحول من الدفاع للهجوم في المباراة. كمان زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة ان ثلاثي خط وسط الاهلي موجود ضمن اول اربع لاعبين في المباراه كلها سواء لعيبه اهلي او اتحاد جده في تنفيذ التحولات دي، لكن المتصدر هو مروان عطيه اللي قدر ينفذ لوحده 39 عمليه ضغط دفاعي وتحول هجومي في المباراه، وده رقم خرافي، ده رقم مش طبيعي. كمان المركز الثاني كان امام عاشور اللي عمل 33 ضغط وتحول هجومي زي فيصل الغامدي، والرابع كان احمد نبيل كوكا ب 26 مره. ده انتوا متخيلين ان اول اربعه فيهم الثلاثه بتوع نص ملعب بتوع الاهلي، ده يبين قد ايه النادي الاهلي كان مسيطر على نص الملعب. مش كده وبس، لا، مروان عطيه كمان اكتر لاعب في الملعب سواء في الاهلي او اتحاد جده فتح مساحات لاستلام الكره ب 23 مره. كمان مروان عطيه اكتر لاعب في الملعب عمل ضغط مباشر في الحالات الدفاعيه بسبع محاولات ناجحه، واكتر من كانتي اللي عمل ست محاولات ناجحه، يعني مروان عطيه متفوق على ناجولو كانتي في نجاح المحاولات الدفاعيه. مروان عطيه كمان اكتر لاعب حرك اللعب هجوميا ب 45 تحرك هجومي اثناء المباراه. انت متخيل في 45 محاوله هجوميه مروان عطيه اللي محركهم اثناء المباراه. والرقم المرعب بقى اللي حققه مروان بانه اكتر لاعب في الملعب
في الأهلي أو في اتحاد جدة قطع مسافات أثناء المباراة ب 10,997 متر، يعني تقريبا 11 كيلو متر في الملعب. مروان عطية جاري في الملعب 11 كيلو متر، أنت متخيل الموضوع واصل لفين؟ طيب ما أقدرش أقول بعد الأرقام دي كلها غير ربنا يحفظ مروان وتفضل تأدي بالمستوى ده وأكتر كمان، لكن الحقيقة إحنا أمام أرقام استثنائية للاعب خط وسط من طراز رفيع جدا، أرقام مرعبة حرفيا يعني. ومش بس مروان عطية بالمناسبة، لكن أرقام خط وسط النادي الأهلي كانت الأفضل في هذه المباراة وفقا لتقرير اللجنة الفنية للفيفا زي ما ذكرنا. طيب خط دفاع الأهلي بقى، خط دفاع الأهلي أرقامه كانت رائعة، يعني لو اتكلمنا عن ثنائية ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم هتلاقي مثلا ياسر إبراهيم عامل 24 تمريرة منهم 22 تمريرة ناجحة، يعني بنسبة دقة 92%، انت متخيل نسبة الدقة 92%؟ ده ياسر. طب وهل وهو بيلعب بقى على بيلعب على مين؟ بيلعب على بنزيمة وبيلعب على رومارينيو، 2-1 السنة اللي فاتت أحسن لعيب في العالم والتاني لعيب برازيلي من طراز رفيع جدا. طيب كمان محمد عبد المنعم 41 تمريرة منهم 38 صحيحة بدقة تمرير 93%، انت متخيل الاثنين اللي عندك واحد 92% وواحد 93%؟ طب محمد هاني كمان 34 تمريره منهم 30 صحيحه بدقه تمرير 88%، محمد هاني كان بيقوم بدور هجومي وكمان بدور دفاعي. طب وعلي معلول برضه في الدور الدفاعي والهجومي 51 تمريره منهم 42 تمريره صحيحه بدقه تمرير 82%. لو بصيت على الارقام دي وبصيت على اسماء المنافسين هتعرف قيمه خط دفاع النادي الاهلي الفنيه. لو بصيت على الهجوم هتلاقي تحركات ايجابيه بين خطوط، يعني تحركات ايجابيه بين الخطوط لميرسي تاو وكهربا وحسين الشحات، هتلاقي ميرسي تاو عامل 48 تحرك ايجابي. انت عارف يعني ايه 48 تحرك ايجابي للاعب واحد لميرسي تاو بس؟ طب كهربا عامل 42 تحرك دفاعي، طب حسين الشحات 35، مروان عطيه بقى وده يبين لك الربط بين خط الوسط والهجوم، مروان عطيه عامل 39 وكوكا عامل 37 تحرك دفاعي. انت بتتكلم عن ترابط كبير جدا بين الوسط والهجوم بالارقام. احنا معانا ايه الارقام؟ الارقام اللي انتوا شايفينها دي ده اللي انا بشرحه بالمناسبه، يعني انا بص على الارقام دي واشرح لحضرتك. لو بصينا بقى على الجوانب البدنيه لكل لاعب هنلاقي مجهود عظيم ومضاعف من لعيبه الاهلي في المباراه دي، يعني زي ما قلنا مروان عطيه اكتر لاعب جري في الملعب بمسافه 11 كيلومتر. هنلاقي كمان بقى المفاجاه اللي لازم تاخد حقها ولازم نتكلم فيها ونديها حقها 100%، علي معلول اللي البعض الناس بتقول انه اصله كبر اصله لازم خلاص ده يبقى اخر عقد ليه، هو تاني اكتر لاعب قاطع للمسافات في الملعب بعد مروان عطيه بما يقرب من 10 كيلومتر. كمان وراه مين؟ احمد حسن كوك، احمد حسن كوكا ما يقرب من 10 كيلومتر هو كمان. ثم مين؟ ثم اللي اتظلم في المنتخب ثم اراد الله ان يرد له حقه، ياسر ابراهيم ب 9 كيلومتر ووراه بيرسي تاو بنفس المسافه تقريبا. دي ارقام استثنائيه، دي ارقام يا جماعه مش عادي ابدا ان انت توصل للارقام دي قصاد النجوم اللي انت بتلعبها دي كلها. المحترفين اللي في اتحاد جده يخوفوا، انت بتتكلم على الثلاث خطوط بتاعتك عاملين اميز ارقام في المباراه. لما خط الدفاع بيلعب على بنزيما وبيلعب على رومارينيو ونص الملعب اللي قدامه مين؟ فابيانيو وكانتي وقدامهم رومارينيو وبنزيما، وخط الدفاع بتاعك متماسك التماسك ده كله، والجون اللي يجي فيك يجي من ضربه جزاء. هنتكلم بقى عن الشناوي في موضوع ضربه الجزاء ده اللي هو ايضا ارقامه مميزه وهتبقى معانا على الشاشه دلوقتي. لما تيجي تقارن حارس اتحاد جده بالشناوي، ادي الارقام وادي الرسم الحراري بتاعهم والرسم البياني بينهم، الخريطه اللي احنا شايفينها دي لمساهمات الشناوي في اللعب واستخدامه الرجل وايده في اللعب، في حين اننا لو هنقارن الشناوي مع حارس اتحاد جده المعيوف طبعا هنلاقي مش بنفس الكفاءه زي ما الخريطه موضحه. الشناوي استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، والخريطه قدام حضراتكم اهي. ومش بس عشان الشناوي اتصدى ضربه جزاء كريم بنزيما، لا كانت نقطه تحول حقيقيه في المباراه طبعا وغيرت مسار المباراه وخلت الاهلي يحافظ على تقدمه، لكن كمان لانه تعرض لاختبارات قويه في هذه اللقاء. وزي ما بنشوف كمان دلوقتي دي خريطه تدخلات الشناوي في اللعب مقارنه بالمعيوف، شايفين الخط البياني موضح ان الشناوي كان فعال جدا في التعامل مع الكرات اللي جت على مرماه. ملخص التقرير بقى ان لاعبي الاهلي ومدربهم مارسيل كومر بالارقام المفصله تفوقوا في كل شيء على نجوم الملايين والمليارات، اثبتوا ان هم الافضل في اسيا وفي افريقيا بلا منازع، وكملوا التفوق ده امام اوراوا الياباني واحرزوا البرونزيه. التقرير والارقام المرعبه دي محتاجين يتبروزوا في مسيره لاعبي الاهلي، التقرير دي محتاجين شويه انصاف من الاستوديوهات التحليه،
استوديوهات التحليليه اللي كانت ما بتنصفش حد منهم، ومفيش انصاف لياسر ابراهيم اكتر من كده. يعني ده احنا عندنا افضل لعيبه في مصر وفي افريقيا ومن احسن لعيبه العالم، وده شفناه في كاس العالم للانديه، مش في بطوله اي كلام، لا ده في كاس العالم للانديه، البطوله اللي فيها احسن انديه في العالم. يمكن تلاحم البطولات وضغط المباريات وخروج الاهلي من السعوديه على الامارات والتتويج بالسوبر خلونا ننسى بسرعه فرحه كاس العالم للانديه، لكن لا لازم ندي كل واحد حقه، وكل وكان لازم جمهور الاهلي يعرف لعيبته عملوا ايه، وبشهاده اللجنه الفنيه للفيفا اللي بيقودها مين؟ بيقودها ارسن فينجر. كان لازم لعيبه الاهلي يشعروا بالانصاف، وكان لازم يشوفوا هم عملوا ايه. احنا حاولنا ولو بشكل صغير نبين اللي لعيبه الاهلي عملوه. الارقام دي ارقام مش عاديه، دي ارقام مرعبه، دي ارقام الفريق البطل في افريقيا وهو بيلاعب ابطال اسيا وابطال اوروبا. يعني لما تلعب بطل الدوري السعودي اللي فيه احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت، ده يبقى ده لامم اوروبا كلها في فرقه. ناجولو كانتي بطل كاس العالم، لكن احنا بنقول لكم ده خلاص بقى ماضي، ده مجهود مشكور عليه ومجهود كبير قدمه لعيبه النادي الاهلي، لكن احنا مستنيين بقى التحديات الجديده للسنه الجديده. هقول لكم زي ما الكابتن محمود الخطيب، هقول لكم زي ما كابتن محمود الخطيب قال، اللي جاي اصعب بكتير، الحفاظ على النجاح اصعب بكتير من الوصول ليه. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، انتظرونا بعد الفاصل. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير، يعني احنا رجعنا من الفصل على تقرير عن التحديات اللي هتشوفها في السنة الجديدة. النادي الاهلي قدامه تحديات كتيرة جدا، سواء بطولة افريقيا او الدوري او اي بطولة هيشارك فيها، هي تحدي جديد للنادي الاهلي. لكن احنا معانا تحدي بقى النهاردة مهم جدا، وهو واحد من الناس اللي مهم جدا نسمعها لانه ما بيحبش يتكلم وما بيحبش يظهر وبيشتغل بس الناس تقول اللي تقوله، هو مركز في شغله ومركز في اللي هو بيعمله وناجح فيه. راجل جرب كل الاعمال الاداريه عشان يوصل للحته اللي هو فيها دي ونجح فيها 100%. لما تيجي تتكلم عن حد اتكلم عنه في الحلو والوحش، انا اسف يعني انا بقول كده، بس انت كابتن خالد بيبو اي شيء بيحصل في الفرقه بيشيله كابتن خالد بيبو بس، لا بيشيل لعيبه ولا جهاز فني ولا اي حاجه ايا كان الخطا فين. ما فيش خطا اداري يا جماعه، ما فيش حاجه اداريه، بس لا هو كابتن خالد ازاي يعني. انما لو الدنيا ناجحه وفي نجاح في الفرقه وناخد ثالث عالم وناخد، مفيش كابتن خالد بيبو محدش بيجيب سيرته. ليه؟ اصل المهاجم هو اللي جاب الجون، المدير الفني هو اللي بس كابتن خالد بيبو الاداري اللي ماسك الفرقه، المدير مدير الكره، ما لا ما نجحش لسه. ازاي يعني يا جماعه؟ ازاي يبقى عندك مدير كره مهيئ كل سبل النجاح للفرقه، ولما يبقى في حاجه في دروب ولا في اي حاجه في تعادل؟ احنا على فكره الراجل ماشي كويس جدا في كل البطولات اللي هو فيها عادي، واخد ثالث عالم واخد بطوله السوبر بشكلها الجديد اللي هي كانت صعبه، بس انت مش شايف ده، لا انت بتشوف حاجات معينه. طبعا انا مش بتكلم، جمهور النادي الاهلي شايف نجاح كابتن خالد بيبو، شايف كابتن خالد بيبو عمل ايه، شايف الراجل بالمجهود الكبير اللي هو بيعمله ده، ده متشاف وبدانا خلاص الحمد لله على السوشيال ميديا الناس تحس بده. مفيش مقارنه بين حد وحد في النادي الاهلي، كلهم ولاد النادي الاهلي وكل واحد ناجح وكل واحد نجح بالفعل. كابتن خالد بيبو تجربه ناجحه في كل حته هو مسكها في النادي الاهلي، سواء هو الراجل ده جرب في الاكاديميه نجح نجاح كبير في الاكاديميه واضاف وليه بصمه كبيره في اكاديميه النادي الاهلي، بعدين في قطاع الناشئين نفس الكلام، في قطاع الناشئين نجاح كبير وجرب تجربه جديده ونجحت التجربه دي واضاف ليها كتير جدا وليها صدى. ما هو احمد نبيل كوكا ده صدى التجربه يعني. فانت بتتكلم لا في صدى، هل كده وبس؟ لا، الراجل موجود مدير كوره ناجح جدا اداريا، مفيش اي خطا اداري من ساعه ما جه الراجل على المستوى الاداري. الفرق في النادي الاهلي المكسب والخساره فيها ما بيتحملوش شخص، فالناس طبعا كان في توجه، لكن الحمد لله الراجل نجح نجاح كبير جدا ويستاهل اللي هو فيه. كابتن خالد بيبو الحقيقه يعني قليل الظهور، قليل الكلام، ما بيحبش يرد، وده شيء مش عادي. فبالتالي انت وانت بتتكلم عن كابتن خالد بيبو مش من العادي ان انت ما تنصفش في الحاله اللي هو فيها مكسب وفيها الفرقه في اعلى مستوياتها ما تجيبش سيرته، ولا لو الفرقه فيها دروب او فيها حاجه يبقى لا كابتن خالد بيبو ما نجيبش سيرته. ازاي؟ مش صح. اتمنى ان الناس تاخد بالها من النقطه دي، واتمنى ان احنا كمان يعني نحاول نسمع للراجل ده ونشوف هو وجهه نظره ايه في ان هو ما بيردش. انا بحترم جدا الناس اللي بتشتغل بس، وبحترم جدا الناس اللي بتتعب عشان تشتغل ويبان شغلها ما يبانش كلامها،
ده شيء مهم جدا جدا جدا. احنا معانا كابتن خالد بيبو يا جماعه. يا جماعه احنا معانا كابتن خالد بيبو. طيب نكمل كلامنا على ما يكون معانا كابتن خالد بيبو. يعني النادي الاهلي بشكل البطولات اللي فاتت بالفتره اللي قضاها النادي الاهلي بالكلام ده كله، احنا شفنا نجاح اداري كبير جدا، وشفنا كمان كابتن خالد بيبو وهو عامل اضافه قويه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نرحب بالكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي معانا في 7 دي سبورت. كابتن خالد اهلا وسهلا بيك في 7 دي سبورت. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك. انا لسه كنت بتكلم دلوقتي عن نقطه مهمه جدا، انت ليه ما بترد، ما بتتكلمش، ما بتقولش حاجه، تصريحاتك قليله جدا حتى بعد الماتشات اللي فيها نجاحات، التصريح بيبقى على قد الماتش بس، ليه؟ الناس بتحب تسمع كابتن خالد بيبو، بتحبه كابتن خالد بيبو. نايمني ليله من اسعد الليالي في حياتي، ليله 6-1 يعني. أهلا بيك يا رحمن، طبعا متشكر طبعا على المقدمة الجميلة دي، وبشكرك طبعا على كل حاجة. والله يا رحمن أنا يعني الواحد يبقى عايز يشتغل، يعني الواحد يبقى بيفكر دايما إن هو يشتغل، ما تفكرش دايما إن أنت ترد، يعني كل واحد يبقى ليه وجهات نظر، وكل واحد يبقى يعني بيحاول إن هو يفرض وجهة نظره بأي شكل من الأشكال، إنما في الآخر أنت بتشتغل جوه النادي وعندك سيستم بتشتغل عليه وعندك نظام بتشتغل بيه، والملعب هو دايما اللي بيبقى بيحكم يعني. بس انا يعني بصراحه ما بحبش ارد، يعني انا اتعودت طول عمري على كده، ان انت بتشتغل وبتبذل مجهود وتحاول انت تجتهد كل اشكال الشغل، وان انت تعمل كل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني. مش هتقعد ترد على كل واحد على وجهه نظر كل واحد. طيب انا اولا ببارك لك على ثالث عالم وعلى بطوله السوبر اللي بالشكل الجديد، والمجهود الكبير اللي انت قايم بيه في البطولتين، والبصمه الواضحه عليك اداريا استمراريا طبعا للي قبلك، وده طبيعه النادي الاهلي، عيال بتسلم بعض. لكن قول لي انت بقى البطولتين دول بالنسبه لك انت بيمثلوا لك ايه، ودي اول حاجه ليك مع النادي الاهلي. والله زي ما بقول يا رحمن، احنا في سيستم في النادي، اللي في نظام محطوط وفي لوائح وفي قوانين احنا كلنا ماشيين بيها محطوطه، وكان حاططها الكابتن سيد وانا جيت اشتغلت عليها، وكان محطوطه من مجلس اداره ومشفى مع الكوره ولجنه التخطيط، السيستم بتاع النظام كله في لائحه كله ماشي عليها، وانا جيت كملت الشغل يعني ما اخترعتش يعني ما عملتش حاجه يعني اختراع، يعني ده سيستم محطوط وكلنا بننفذه، وكل واحد ليه طريقته ليه اسلوبه في التنفيذ، والدنيا يعني الدنيا ماشيه على طول. الحمد لله طبعا اي بطوله بيخش النادي الاهلي بيخش فيها طبعا بيحاول ان هو يعني يدور على البطوله، يدور على المكسب. طبعا كانوا بالنسبه لي مهمين جدا، التوقيت كان مهم جدا بالنسبه لي، بعد ما بدانا الموسم خسرنا السوبر وخسرنا البطوله بتاعت افريقيا اللي هي كانت معموله السوبر دفاع، كان امور طبعا بالنسبه لنا يعني كنت زعلان طبعا متضايق، وان كانت طبعا زودت كمان الهجوم عليك طبعا، الناس اللي كانت مش حابه وجودك زادت يعني شويه، انما الحمد لله ربنا كرم. بطولتين كانوا صعبين جدا ورا بعض، ثالث عالم بطوله ادينا بشكل كويس، عملنا مباريات الحمد لله كل العالم اتفرج عليها وشاف اداء النادي الاهلي، وشاف ان احنا كنا قريبين جدا من ان احنا كمان نحقق مركز احسن من الثالث، انما الحمد لله ربنا كرم، طلعنا بعدها على طول 48 ساعه على بطوله ثانيه، مباراتين كانوا تقال في وسط مجهود بدني اتعمل بشكل كبير وكميه سفر كانت كبيره، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا يعني ناخد بطوله السوبر. يعني كل النادي كله خد البطوله، مش انا او اللعيبه لا، كل المنتمي للنادي الاهلي خد البطوله. انا جزء صغير بيبقى عندي شغل بعمله، وبقيت الناس كل واحد يعمل شغله اللي في الملعب والشغل الفني والاداره، كل واحد يعمل شغله، في الاخر تيجي النتيجه كلنا بنكسب يعني. طيب انت تحديدا يا كابتن خالد قليل الكلام جدا وما بتتكلمش كتير، بس انا النهارده عايز اخليك تتكلم معايا شويه بقى. احنا عرضنا التقرير الفني للفيفا عن المجهود الكبير للنادي الاهلي بالارقام، قول لي رايك بقى في التقرير ده وانت بتتفرج علينا كده. والله يعني والله انا مش عايز اقول رايي، انا عايز الناس تقول رايها.
يعني الناس يعني احنا كنا في فتره بدايه الموسم يعني حتى المدير الفني تهاجم بشكل برضه كبير. يعني ده ارقام، يعني ارقام للمدير الفني يعني وارقام للعيبه، ده معروض كله يا كابتن. لا انا عشان كده عايز اسمع تعليقك. انا بقول لك يعني انت بتتكلم على ان الناس كانت في اول الموسم مجرد ان احنا خسرنا السوبر وخسرنا اتعادلنا الدنيا اتقلبت على المدير الفني وعلى اللعيبه وعليا، على اساس ان احنا كنا عملنا حاجه يعني الناس كبرت الموضوع وان احنا فرقه تقع وفرقه تنهار والنادي، فالارقام دي بترد على كل اللي هو عايز يدور على ازاي يحط النادي الاهلي في مشكله، وعايز يصدر مشكله للمدير الفني، وعايز يصدر مشكله لمدير الكوره واللعيبه. ارقام بترد، الارقام بتاعتك هي اللي بترد عنك. يعني التقرير اللي انت عارضه ده مش محتاج ان انا اعلق عليه. والله يا كابتن خالد يعني انا بحاول ادي الناس جزء من حقها، لان احنا طلعنا من كاس العالم على السوبر، الناس ما ادتش اهتمام قوي للارقام بتاعت كاس العالم، لكن انت عامل اداء في كاس العالم قدام فرقه اتحاد جده ده في احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت على طول، مش من 5 6 مواسم. يعني بنزيما ده احسن لاعب في العالم السنه اللي فاتت، لما دفاع الاهلي يبقى قدام رومارينيو وبنزيما بالاداء ده بالطريقه دي، لا دي لازم الناس تاخد حقها. يعني لما نص ملعب النادي الاهلي يبقى ماسك نص الملعب في فرقه فيها ناجولو كانتي اللي واخد كاس العالم من كام شهر، ده مش شيء قليل يا كابتن. فالحقيقه لا، مارسيل كولر مدرب عظيم بوجوده على راس المجموعه الفنيه للفرقه، واللعيبه دي ابطال كلها. يعني مروان عطيه واخد احسن لاعب في المباراه، في مباراه فيها ناجولو كانتي وكريم بنزيما ورومارينيو وفابينيو، دي اسماء مش عاديه. يعني دي اسماء مش عاديه ومجهود ليك وللفرقه كلها الحقيقه لازم يتذكر يا كابتن. يعني بصراحه يعني المدير الفني والجهاز الفني كله عمل مجهود كبير جدا. مفيش حاجه بتيجي بالصدفه، مفيش حاجه بتيجي يعني ايه انت حظك، لا مفيش الكلام ده. احنا الناس بتتعب، راجل بيتعب جدا وعنده تيم كامل شغال معاه، الحاجه كلها بتتحلل، كلها ارقام وكلها يعني الموضوع مش جاي بالصدفه. لا انت مذاكر الناس كويس ومذاكر فرقتك كويس ومذاكر التحركات كويس ورايح البطوله وانت مستعد. وطبعا في مجهود من اللعيبه ما اقدرش انكره، مجهود من اللعيبه كبير جدا وتعبوا وده مجهودهم وهم يستاهلوه. يعني هو بيلعب في النادي الاهلي، يعني انت برضو لازم جمهور النادي الاهلي كتير والنادي بيوفر لك كل الامكانيات، فانت محتاج ان انت تبذل طبعا كل مجهود ولسه احنا طمعانين في اكتر من كده، جمهور النادي الاهلي طمعان في اكتر من كده. وده شيء اي حاجه بسيطه تقدمها لجمهور النادي الاهلي اللي بيقف وراك طول الوقت وهو اللي بيبقى دايما يستحق الجايزه، ان هو اللي بيتعب يعني. وتسمح لي اقول برضه مدير كره وفر سبل النجاح للفرقه كلها للعيبه وللجهاز الفني ومهدور حقه، لان هو طول ما الدنيا ماشيه ما بيجيش سيرته. لكن انا بقول لازم، بس طبعا الناس عارفه دلوقتي وجمهور النادي الاهلي عارف قيمه كابتن خالد بيبو الاداريه في النادي الاهلي، كادر اداري ومستقبل كبير جدا، ده لازم اقوله. في صوره عايز اعلق عليها، صورتك مع كابتن سيد عبد الحفيظ، اهي الصوره اللي معانا دي، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد شوقي، كابتن سيد عبد الحفيظ وصورتك. ودي طبعا انت ابنك وابن كابتن سيد عبد الحفيظ زمايل في فرقه واحده في النادي الاهلي، وانتوا الموقف ده ممكن تتحطوا فيه كتير جدا. انا عايز تعليقك على الصوره دي، لان دي صوره مهمه جدا 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 لابناء النادي الاهلي لما تجتمع وهم يعني خير خلف لخير سلف، دايما بنقول ده يعني، وجيل بيسلم جيل. انا عايز تعليقك على الصوره دي وكلامك على ابنك وابن كابتن سيد عبد الحفيظ وهم في فرقه واحده. والله يا رحمن زي ما بقول لك احنا يعني انا مش عارف ليه الناس كانت عايزه تحط مشكله بيني وبين كابتن سيد خالص. مفيش اي حاجه بيني وبين كابتن سيد، زميل ملعب وصديق واخ، وهو زي ما قلت قبل كده هفضل اقول على طول هو استاذ في الشغلانه دي. يعني هو اشتغل كتير وانا بتعلم منه حاجات كتير جدا يعني، وهو اسس لحاجات كتير واحنا بنكمل ورا شغل بعض، واحنا اشتغلنا مع بعض كتير. يعني انا اشتغلت في النادي وهو اشتغلنا في النادي، يعني انا بقالي ما الناس مش فاهمه دي، انا عايز برضه حضرتك تفهم الناس ان اللي ماسك قطاع الناشئين ده على تواصل دايم مع مدير الكوره في النادي الاهلي. يعني انتوا شغلكم مع بعض مترابط من قبل ما انت تبقى مكانه، ده يعني الناس لازم تفهمه برضو. لا احنا كلنا في النادي بنشتغل تحت سقف واحد بس هو قطاع الكوره، كل الناس بتبقى بتتكلم مع بعض واحنا بنسلم بعض. انا دلوقتي بتواصل مع كابتن وليد وشوقي وكابتن بدر وكابتن احمد، بتواصل معاهم عشان الشغل. يعني احنا يعني
مش هننفصل عن بعض. ولغايه دلوقتي انا بتواصل مع كابتن سيد، يعني احنا هنفضل كلنا في الاخر، احنا كلنا ولاد النادي الاهلي وكلنا بنشتغل جوه النادي الاهلي. هو سيستم محطوط، وده انا الدور عليا دلوقتي وهمشي، وهيجي الدور على اللي ورايا وهيمشي. يعني ما فيش حد هيقعد في المكان طول العمر، ولا في حد المكان مكتوب باسمه. كل واحد فينا هيجي وقت وهيشتغل، وهيشتغل بكل قوه عشان المكان ينجح، مش عشان هو ينجح. يعني انا ما بشتغلش عشان خالد ينجح، انا بشتغل عشان المكان كله ينجح، ولا النادي الاهلي ينجح. فانت بتشتغل وبتتعب، مش مجد شخصي ليك، انت بتشتغل وبتتعب لان ده انت اتحطيت في مكان، ده مسؤوليه كبيره جدا لازم تبقى، ولازم تشتغل مش عشان انت تنجح وانا اقول للناس انا نجحت او ان انا فشلت. لا، المكان ده محتاج ان احنا كلنا نتعب عشان هو ايه؟ عشان المكان كله ينجح. فكل واحد يبقى ليه دور في المكان، مش هو اللي بيدير المكان او هو اللي مسؤول عن المكان او هو اللي بياخد كل الحاجات الكويسه اللي في المكان. لا، انت ليك دور بتعمله ما بتعديهوش خالص. ما فيش واحد بياخد دور حد، ولا حد بياخد اكبر من دوره، ولا واحد بيكبر دوره على ما فيش الكلام ده. كل واحد ليك دور بتشتغل عشان كلنا بنشتغل تحت سقف واحد بس، هو النادي الاهلي ينجح. هو كلنا بنشتغل عشان النادي الاهلي بس. طيب انا طبعا مش عايز اقفل معاك، بس انا عايز منك حاجتين مهمين جدا. انت ليك تصريح مهم قوي ان الجهاز الفني لمنتخب مصر هو المسؤول عن اختياراته، فعايزك تقول كلمه للعيبه النادي الاهلي اللي راحت منتخب مصر، وكلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه او في سنه 2024 اللي لسه فيها تحديات كتير قوي. والله طبعا اقول للعيبه ان شاء الله يعني منتخب بطوله كبيره ومهمه، ماشي، محتاجين ان احنا ناخد البطوله دي. جيل كويس وجيل قوي، مجموعه لعيبه كبيره ومجموعه معاهم نجوم، واحد من احسن 10 لعيبه في العالم. يعني انت بتتكلم على لعيبه محترمين جدا، لعيبه النادي الاهلي عندهم كميه خبرات كبيره. انا مبسوط ياسر، يعني انا كمان ياسر انبسطت ان هو طبعا امبارح كلموني عشان موجود في المنتخب، حقه بصراحه، وكان رايح. بس طبعا انا يعني مستغرب واحد كان بيدافع على بنزيما ورومارينيو ما يروحش منتخب مصر، وعامل اداء عليهم بالشكل ده ما يروحش منتخب مصر ازاي؟ انا دي كانت حاجه مستغرب لها جدا. يعني عشان دي سهله لكل واحد في العالم، ان ربنا ما وضعش حق حد. صح، كله انت اشتغل واجتهد وما تدورش على حاجه، يعني دور على نفسك دايما وربنا هيجيب لك حقك ونصيبك لغايه عندك. مش محتاج ان انت يعني تطلع تتخانق عشان تاخد حقك، لا، ربنا شايف ومطلع. اتعب واعمل مجهود وربنا يوفقك في التوقيت اللي ربنا شايفه بالنسبه له كويس. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي على التحديات اللي هتقابل الفرقه في 2024. لا، انا بقول جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام، جمهور النادي الاهلي هو دايما اللي هو اللي بيزقنا، هو اللي بيدينا الدافع دايما ان احنا نشتغل، واحنا بنشتغل عشان هو. يعني انا اسمي ده ولا كان هيبقى ليه لازمه الا من خلال الجمهور، وخلي الناس هي اللي بتصنع الاسم، وهي اللي بتدافع عن الاسم، وهي اللي بتبقى في ظهر الاسم. انت الاسم ده هم اللي عملوه فدافعوا عنه، مش انا هشتغل وهجتهد وهتعب، وما فيش حد في الحياه يقدر ان هو يحمدني، ولا حد في الدنيا يقدر ان هو يقلل من قيمتي، ولا حد في الدنيا يقدر يقلل من قوتي، وان انا وعندي ثقه في نفسي، وعندي ثقه في شغلي، وعندي والنتائج باينه. يعني النتيجه باينه، ثالث عالم وسوبر، ما دي نتائج باينه تبين، مش محتاج الكلام ده. انا لا، انا شخصيا يعني الناس اللي كانت يعني بتبقى يعني بتوجه الي النقد او الكلام ده كله، انا يعني بحترمهم طبعا وبقدرهم، ما عنديش اي مشكله مع حد، ولا عمري كان عندي مشكله مع اي حد في الشغل. انما انا في الاخر انا عندي ثقه في نفسي، ومفيش حد في الدنيا يقدر يخليني يعني ثقه تقل في نفسي. او ده هدوء الكابتن خالد بيبو اللي انا كنت بقول عليه، هدوءك ان انت ما رديتش الفتره اللي فاتت دي كلها، واستنيت نتائج الماتشات ونتائج الفرقه واستقرار الفرقه، استقرار اوضه اللبس اللي كانوا بيتكلموا عليه، كل ده هو اللي رد يا كابتن. انت مش محتاج الرد ده غير انت. يعني انا سعيد بمداخلتك معايا والله بجد، وبشكرك على المداخله الرائعه دي. لكن ان شاء الله انت موفق مع النادي الاهلي في كل الفتره اللي جايه، والنادي الاهلي كله موفق جايه في التحديات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا كابتن خالد، شكرا. ويعني مداخله كانت مهمه جدا لراجل قليل الكلام جدا جدا، وراجل يعني انا شايف ان هو يستحق المكانه اللي هو فيها، ويستحق ان احنا نشوف الانجازات اللي بيعملها
زي ما بنشوف اي حاجه يعني. انا هو ما شفتلوش سلبيات لسه لحد دلوقتي، لكن هو لا، الانجازات باينه والانجازات موجوده، واضاف لمكانه زيه زي كل الناس اللي اضافت للمكان ده. اتمنى ان احنا نضيف او ندي كل واحد حقه. قبل ما نسيب النادي الاهلي بقى، تعالوا نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر الاهلي، هنسيب النادي الاهلي ونروح لمنتخب مصر. نشوف نتائج الفرق الرياضيه. لا تعالوا نشوف الاول نتائج، قبل ما نسيب النادي الاهلي ونروح لمنتخب مصر، تعالوا نشوف نتائج الفرق الرياضيه في الاسبوع اللي فات، وكمان نعرف هنلاعب مين الاسبوع اللي جاي على الشاشه معانا هنا. كرة اليد سيدات، الاهلي لعب الطيران وكسب 32-28، ولعب الشمس كسب 25-24. كرة السلة سيدات، الاهلي كسب 86-17 على الطيران. كمان كرة الطائرة سيدات، لعبوا ماتشين الاتحاد السكندري والواي، كسبوا 3-0 في الماتشين. المباريات اللي جايه معانا بقى، الاهلي والقناه في دوري كره الطائره رجال يوم 5، والاهلي و6 اكتوبر دوري كره اليد سيدات يوم 5 برضو، والاهلي والزمالك دوري كره اليد سيدات يوم 6. بقى لسه معانا الاهلي والشمس دوري كره الطائره سيدات يوم 8، الاهلي والطيران دوري كره السله رجال يوم 8 ايضا، والاهلي ومصر التأمين في نفس اليوم الكاس دور الثمانيه في كاس مصر لكره السله سيدات، وفي الاهلي وسموحه دوري كره الطايره رجال يوم 9. نروح بقى لمنتخب مصر. الاهلي النهارده انضم ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر في العاصمه الاداريه الجديده بعد استدعائه لقائمه الفراعنه لكاس الامم الافريقيه. ياسر ابراهيم بالتاكيد كان يستحق الانضمام لقائمه منتخب مصر من البدايه، خصوصا مع المستويات الرائعه اللي بيقدمها في الفتره الاخيره، وكمان احنا استعرضنا النهارده ارقامه امام كريم بنزيما ورومارينيو، يعني مفيش اختبار لمدافع اقوى من انه لاعب بنزيما ورومارينيو. يعني ياسر ابراهيم خلوق، ولما ما تمش استدعائه من البدايه التزم الصمت، ولما اتكلم قال انه كان يتمنى التواجد لكن بيتمنى التوفيق لجميع اللعيبه ولكل زملائه في المنتخب. النهارده بقى تكون المكافاه بتاعت ياسر ابراهيم، القدر بيكافئ ياسر ابراهيم على اجتهاده وبينضم لمنتخب مصر، وبالتاكيد نتمنى الشفاء العاجل للمصاب اسامه جلال. دي مكافاه ربنا سبحانه وتعالى لياسر. دي كان كده مكافاه ربنا الحقيقيه لواحد اجتهد فعلا يعني والتزم الصمت. تعالوا بقى نروح بعد كده كمان، يمكن قبل ما اتكلم عن منتخب مصر وامم افريقيا، عايز اقف عند نقطه مهمه. استاد عالمي في العاصمه الاداريه الجديده، تحديدا في مدينه مصر الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، ملعب عالمي بيبدا فيه منتخب مصر استعداداته لكاس الامم الافريقيه. تشوفوا الملعب اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، ومدرجاته وارضيته في صوره، ومشاهد التدريب كمان للمنتخب تفتخر بالانجاز العظيم ده. واحنا فعلا محتاجين تطوير في البنيه التحتيه الرياضيه، خصوصا في ملاعب كره القدم. دلوقتي بنشوف استاد بهذا الحجم في المدينه الرياضيه على ارض مصر، يعني فاحنا بنتكلم عن صرح رياضي كروي في الجمهوريه الجديده، حاجه تحترم ويترفع لها القبعات يعني زي ما بيقولوا. منتخبنا خلاص على ابواب امم افريقيا، واللقب غايب من 14 سنه، كتير قوي على منتخب مصر يا جماعه. اللي عودنا على البطوله، يعني عودنا ان هو يعني فتره كبيره جدا، الرقم ده فتره طويله قوي، فتره بعيده عن منصات التتويج، وبنتكلم عن منتخبنا صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطوله امم افريقيا 7 مرات. وصلنا للنهائي في اخر 10 سنين مرتين، والمرتين خسرنا، نتمنى ان المره الثالثه تكون ثابته زي ما بيقولوا يعني عن راي المثل. ونرجع من كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا، مش ناقصنا أي شيء، مدرب كبير زي روي فيكتوريا، لعيبة كبار جدا سواء لعيبة النادي الأهلي أو باقي اللاعبين، وكتيبة المحترفين بقيادة محمد صلاح وتريزيجيه والنني ومرموش وغيرهم من اللعيبة في أوروبا. إحنا عندنا دلوقتي مجموعة لعيبة، يعني خسارة إن هم ما ياخدوش بطولة أمم أفريقيا، الجيل ده لازم يتوج مسيرته ببطولة أمم أفريقيا. وشفنا على مدار الساعات الماضية إصابة أحمد نبيل كوكا وخروجه من القائمة، لكن كمان شفنا عودة ياسر إبراهيم المستحقة لقائمة الأمم الأفريقية. المنتخب هيخوض مباراة ودية وحيدة بعد 3 أيام أمام منتخب تنزانيا، ثم هيسافر إلى كوت ديفوار، ومحمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر النهاردة، وهيكون استقبال حافل بعد الأرقام القياسية اللي بيعملها مع ليفربول الإنجليزي طبعاً، وإن شاء الله يتوج مسيرته بكأس الأمم الأفريقية. ده يعني أفضل ختام النهاردة لحلقتنا. إحنا كلنا ورا منتخب مصر، كلنا ورا روي فيكتوريا ولعيبة منتخب مصر والجهاز الإداري واتحاد الكورة، عشان البطولة دي مهمة في مسيرة كل المجموعة دي. ما ينفعش لاعب بحجم محمد صلاح ما يتوجش بأمم أفريقيا، ما ينفعش المجموعة دي ما تتوجش بطولة أمم أفريقيا، ما ينفعش منتخب مصر يغيب 14 سنة عن أمم أفريقيا.
يعني صاحب الرقم القياسي يغيب 14 سنه دي كبيره قوي يعني. دي كانت حلقتنا من 7 دي سبورت، نتمنى ان احنا نكون عملنا حلقه مميزه في اول حلقه لينا في السنه الجديده، يعني احنا بنكافئ نفسنا برضو ان احنا عدينا سنه كامله على 7 دي سبورت السنه الحلقه اللي فاتت، ودي اول سنه في 2024، فحاولنا واجتهدنا على قد ما نقدر نقدم لكم حلقه مختلفه عن كل مره. بشكر جدا زميلي عمر البنوبي اللي اجتهد جدا جدا عشان يوصل للتقرير الفني اللي في الفيفا، ده شيء مش سهل ومحدش غيرنا قدر يجيبه، فبشكره على مجهوده الكبير ده، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا في 7 دي سبورت، وعلى ان نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم، وفي الختام خير سلام.